استمرت ناقة المصطفى بالمسير في أحياء المدينة حتى بركت هنا على ترعة من ترع الجنة، هذا منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان هذا المكان مربدا للتمر، مكان لتجفيف التمر لغلامين يتيمين من الأنصار في المدينة، وكانت دور بني النجار في هذا المكان. بني النجار هم أخوال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فسلمى بنت عمرو أم جد عبد المطلب، فأخوال أبيك وجدك هم أخوالك. نحن الآن في أماكن من الجنة، تخيلوا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: منبري على ترعة من ترع الجنة، وأيضا يقول: قوائم منبري على ترعة من ترع الجنة. ما أن بركت ناقة المصطفى في هذا المكان حتى تسابق سادة الأوس ليفوزوا بشرف ضيافة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فحدثت حادثة عجيبة، جاء أسعد بن زرارة وأخذ براحلة المصطفى، فانسل أبو أيوب الأنصاري وأخذ رحل المصطفى عليه الصلاة والسلام وذهب به إلى بيته، فنظر إليهم رسول الله متبسما وقال: المرء مع رحله. دخل أبو أيوب التاريخ، لقد فاز فوزا عظيما وسبق سبقا بعيدا باستضافة خير البشر رسولنا عليه الصلاة والسلام. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي، هذا بيته عليه الصلاة والسلام، ومنبري، هناك منبره، روضة من رياض الجنة. أين نحن الآن يا خالد؟ نحن الآن في مكان دار أبو أيوب الأنصاري، حيث استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. أماكن ليست ككل الأماكن، هذا الحرم النبوي، القبة الخضراء، وهذا باب البقيع، ومكان ما يقف خالد تقريبا دار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. مكث المصطفى عليه الصلاة والسلام 7 أشهر في دار أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، لذلك اشتهر اسمه أكثر من كلثوم بن الهدي. وفي دار أبو أيوب حكايات حروفها من نور، وأبو أيوب ضمت داره نورا فعمت، وبها الأفراح حلت. نكمل معكم غدا إن شاء الله تقليب صفحات التاريخ، تاريخ صفحاته من نور، في أماكن ليست ككل الأماكن، أماكن شرفت بالمصطفى عليه الصلاة والسلام.